تأول الكلام رغم ان يعني اطلاقا ليس له اي اساس من الصحه، لا من بعيد ولا من قريب. ده احنا في رمضان حاطين 50% زياده كمان، يعني المواطن هياخد تموينه وعليه كمان 50%. طيب احنا يعني كما وعدنا هنتابع السلع التموينيه كيف يتم توزيعها وهنصور ده، لازم ونشوف التطبيق صحيح. ارجوك تعمل ولا في تجاوزات يعني؟ لا ممكن يبقى في تجاوزات في الاول، بس ارجوك تابع ده وساعدني فيه، لان احنا كمان هنحط 50% زياده. ومش بس كده، الفكره ان انا بقول لحضرتك ان احنا بننزل سلع بجوده مختلفه. يعني لو حضرتك قارنت الرز، مش ده الرز اللي كان بياخده المواطن في التموين، ده رز تاني، رز زي اللي بيشتريه من السوبر ماركت، بياخد سمنه بجد من اللي ممكن تكون بيشتريها من السوبر ماركت. طب وهتضمن انك تطبق هذه الاليه وهتضمن التحكم في كل التجار؟ ما هي فكره منظومه ما فيهاش تحكم. هو في النهايه مش هياخد فلوسه غير لو المواطن سحب الكيس من على الرف وعدى الكارت، لانه هياخد فلوسه من خلال الكارت من البنك كدا. بعد كده بالظبط كده، فهو مش هيقبض ابدا غير وكانه بيقبض بتوقيع المواطن بدل ما يقبض بتوقيع وزاره التموين. لان لما كنت انا بوقع واشتري واعمل المناقصات الكبيره واشتري بالمليارات على ما يلف من عندي لغايه المواطن، حضرتك طيب. متصور اللي بيحصل. دكتور محمود اتفضل. دكتور محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. كل سنه وانت طيب وسيد ضيفك سيد وزير التموين. ويعني احنا ما فيش حد، احنا لازم الشوك ثيرابي، يعني لازم نظام اللي هو بنقول عليه نظام الصدمه، يعني لازم نعمل حاجه علشان البلد تمشي. احنا يعني احنا بقى لنا 50 سنه زي ما الرئيس قال، احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه ومحدش بينفذ. خافوا من مظاهره فئويه، الناس تطلع تقول لا ده زاد، ده قل، وده زاد. مع العلم حضرتك ايام ازمه البنزين والسولر الاسبوعين اللي فاتوا دول كنا بنشتري صفيحه البنزين ب 100 جنيه. يعني الصفيحه بنجيبها من السوق السوداء ب 100 جنيه والناس مبسوطه وسعيده جدا بتشتري ب 100 جنيه ويستنوا الست تجيب لهم الصفيحه ب 100 جنيه. لكن لما زادت الناس زعلانه وبتتكلم، ومش كل الناس، هي فئه قليله برضه زي ما حضرتك بتقول هي اللي بتتكلم، وتتكلم من تحت لتحت كده. قال لها مش ده السيسي بتاعكم اللي انتوا اخترتوه؟ مش هو ده السيسي اللي انت كنت ماسك الحمله بتاعه؟ ايه يا عم انتوا جايين تغلوا الحاجه؟ انتوا جايين تزودهم؟ انتوا جايين تعملهم؟ لا هو طبعا خدت بال حضرتك عشان اخش عيش الضبابير لازم هتلسع. والرئيس قالها برضه كان واضح جدا جدا، يعني انا لازم اقتحم هذا المجال وهو مجال الدعم. انا بقترح اقتراحات بسيطه جدا بالنسبه للسيارات. حضرتك السيارات اللي هي الفارهه والسيارات الكبيره اللي هي فوق ال 200 سي سي 2000 سي سي مفيش دعم. يدفع دعم ليه؟ خدت بال حضرتك؟ ونستثني السيارات القديمه، وده من خلال حضرتك خدت بالك البطاقه رخص القياده. رخص العربيه نفسها. رخص العربيه مكتوب فيها السيهات قد ايه؟ العربيات الكبيره سعرها اللي هي اللي انت حضرتك بتشوفها 3000 ونص سي سي والكلام ده كله، والناس قادره تدفع ليه؟ ليه ده خدت بال حضرتك الدعم ليه وياخد دعم ليه؟ طيب حضرتك بالنسبه خدت بالك الجمعيات التعاونيه، حضرتك ترجع تاني بالنسبه لموضوع الدعم والتموين والكلام ده برضه يا باشا، يعني احنا ايه المانع نرجع الجمعيات التعاونيه؟ احنا كان في المحله زمان حوالي خمس ست جمعيات تعاونيه، والجمعيات دي كانت شغاله زي الفل واخد تمام، خدت بال حضرتك؟ فاحنا عايزين نكتر منافذ البيع بالنسبه للجمعيات. دكتور محمود الف شكر، هطلع فاصل وهنكمل سؤالنا الاساسي، كيف يمكن ان نمنع ارتفاع الاسعار في كل السلع، وكيف يمكن ان نمنع ارتفاع اسعار وسائل النقل بعد رفع اسعار البنزين